السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات سريعة مع أم آدم. اليوم جيت نحضر معكم واحد الوصفة اقتصادية وفي متناول الجميع. كيفاش دوزت النهار ديالي وشنو وجدت لغداتي؟ كما كتشوفوا في الصورة عندي هنايا اللحم بالجلبانة. هندوزو لطريقة التحضير والمقادير. كما كتشوفوا معنا هنايا عندي واحد تقريبا كيلو لارب ديال اللحم على حسب الكمية اللي بغيتو نتوما. عندي هنا واحد نص كيلو ديال الجلبانة اللي عندي ديجا كانت في المجمد وجبتها، ولكن غادي نزيد منها. عندي هنا واحد شوية القزبر والمعدنوس، عندي واحد طريف الحامضة مصير، عندي هنايا واحد كاس الى ربع ديال الزيت البلديه، واحد نص مطيشه محكوكه، عندي هنا واحد بصله مشلضه كما كتشوفوا، والعطريه راه كلشي كيعرف يدير العطريه، مليحه، معلقه ديال البزار، معلقه سكينجبير، معلقه الخرقوم، وواحد فص ديال الثوم. على بركه الله غادي ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. هاد الوصفة سهلة وبالنسبة للمبتدئين. كما كتشوفوا معنا خديت معكم واحد الطنجرة ديالي اللي غادي ندير فيها هاد المقادير هادو. غادي نبدأ أول حاجة بالبصلة، ضروري طنجرة ديال الضغط. غادي ناخذ معكم ديك اللحم ديالي، غادي ندوزو العطريه كما قلت لكم، غادي نرمي كلشي، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال البزار، واحد كاس ديال الزيت البلديه الا ربع ما تكملوش الكاس. الا كان عندكم اللحم مدم راه غادي تلقى اللدام ديالو، واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي مقرضاهم، ونخلي شويه حتى الاخر ونزيدو. واحد طريف ديال الحامض غنقطعيه طريف، هانتوما صافي، غتعطيني ديك النسمه ديال الحموضه، كتجي زوينه الصراحه. وهذا كما قلت لكم غيبقى حتى الاخر مع الجلبانه غادي نضيفه. من بعد ما زدت كلشي كنحاول انني ندخل ديك العطريه في اللحم يتشرمل ليا. كما كتشوفوا الطريقه واضحه صافي، غادي نردها انا فوق البوطه تشحر شويه وانتم تشوفوا معانا. هانتوما من بعد ما درتها فوق البوطه صافي، غنخلي ديك البصيله ديالي تشحر، ديك اللحم ديالي حتى هو يتشحر شي شويه باش كتدخل فيه ديك السيمه ديال العطريه. غادي نزيد معكم واحد شويه ديال الماء، من بعد ما زدت ديك شويه ديال الماء باش العطريه ديالي ما تحرقش واللحم ياخذ لي ديك التنسيمه ديال العطريه ويتشحر ليا، ونتلاقاو ونشوفو من بعد ما تشحر. كما كتشوفوا معنا من بعد ما تشحرت كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي اش غندير، ناخذ القياس ديال الماء الكافي اللي غيطيب لي فيه هاد اللحم، وغادي نسد عليها ونتلاقاو من بعد ما يطيب ليا اللحم. من بعد ما طاب ليا اللحم كما كتشوفوا غادي نزيد دابا، غادي نرمي ديك الجلبانه اللي جبتها طريه الصراحه، واستغنيت على هذيك اللي في المجمد
صافي وغادي نرميها كما كتشوفوا معانا. هنزيد معاكم ديك نص مطيشة محكوكة، شوية ديال الربيع، صافي. غادي نرد المقادير ديالنا فوق البوطة على ما طيب ليا الجلبانه، وديك الساعة نتلاقاو ونشوفو الطواجين ديالنا كي غيجي. هنا من بعد ما طابت ليا هذيك الشلبانه كما كتشوفوا هنايا، هذا هو الشكل ديالها كي كيجي. هانتوما استسمح على الدخان كما كتشوفوا، كيجي واحد اللون رائع، وكتجي مع الكسره كتجي مريقه ديالها خاطره، وكتجي زوينه ولذيذه. صافي دابا هذا هو الطبق ديالنا، هذا هو الطاجين ديال اللحم بالجلبانه. دابا غادي ندوز وغادي نحطو في الطبيصل باش نحطو الغدا. كما كتشوفوا معانا من بعد ما وجد ليا، غادي ناخذ الطبيصل وغادي نصب فيه ديك الطويجين ونشوفو الشكل ديالو. من بعد ما صبيتو كيجي لهاد الشكل. حطيت انا واحد نص حامضه، طريف الحامض مصير، واحد مزيوده كيعجبني المزاود. صافي ورافقته مع شويه ديال شلاضه ديال الخيار ومطيشه. ايوا صافي، وهذه هي هذه هي الغديوه ديالنا اليوم اللي وجدت معاكم. غديوه واش من غديوه. ومن بعد البنات قلت علاش لا ما نشاركش معكم طريقتي في الخبز ديال الزرع اللي درته بالزرارع، وقلت ضروري نشاركم مع الاصدقاء ديالي. كما كتشوفوا معنا هنايا، انا هنايا درت الطحين، الزرع مخلط بالنخالة بكل شيء، كل شيء له ديالو كيجي صحي. صافي درت واحد شويه ديال الملحه، درت الخميره هي العادية لأن ما عنديش الخميرة البلدية والحال بارد. الصراحة كو كانت الخميرة البلدية كان أحسن، غتكون صحية 100%. صافي غنبقى أنا كنزيد الماء، ضروري يكون الماء سخون، حال دافي حال بارد ضروري خصو يكون الماء سخون. صافي غادي نجمع هاد العجينة ديالي، صافي غنبقى مستمرة أنا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. الصور موضحة، أنا غير بغيت نشارك معاكم العجينة ديالي اليوم اللي فضلت نديرها بالزرارع وتكون صحية 100%، بالنخالة ديالها بكل شيء كتجي غزالة. صافي انا نبقى غادا مستمره على هذا الشكل هذا حتى نجمع العجينه ونتلاقاو في الشكل ديالها النهائي. بالنسبه للعجينه انا ديما كنخليها خفيفه، ما كان صراحه ما كندلكاش مزيان، كنخليها خفيفه ونخليها ترتاح. من بعد ما عجنت العجينه وجمعتها كتجي على هاد الشكل هذا، هانتوما كترتاح. صافي دابا غادي نغطيها معكم ونخليها تزيد تخمر شي شويه ونتلاقاو.
من بعد ما طلقت لي شويه وخبرت كما كتشوفوا ارتاحت، كناخذ النخاله صافي وكنطلعها بها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها في اللاطه وندوز نشوف معكم الشكل الثاني كيفاش. صافي وديك الساعات ندوزو باش نقرصوها. صافي انا قربت نساليها كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نخليها وندوزو للزرارع اللي درت ديال الشوفان، ودرت شويه زريعة الكتان اللي كان عندكم، انيلي اللي كان عندكم طلعوا بيه كتجي غزاله الصراحه. صافي هنا ناخذ معاكم واحد الوحده وغادي نزيد الزرارع نتوما الشوفان وزريعة الكتان وغنقرصها بيه. غنبقى انا مستمره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا الصوره راها واضحه. انا غير بغيت نوريكم طريقتي في العجينه. بالحق هذه العجينه اللي درتها صحيه 100%، يعني ماني الريجيم لانني كنت كندير الريجيم وكنت مستغنية على الفورس، كانت شي حاجة خصني صحية للناكلة ضروري خصني الخبز ديال الزرع. صافي واضطريت انني نديرها الطريقة هذه، كتجي غزالة الصراحة. صافي غادي ناخد معاكم العجينة الثانية. صافي وغنقرصها مزيان، نعمرها بالزرارة. صافي ونتلاقاو ونشوفو من بعد ما نديرها في اللاطه. صافي هنا نوريكم الشكل ديالها من بعد ما درتها في اللاطه، كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما اي واحد كيعرف يعجن الصراحه. صافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر حتى تخمر باش ندخلها ان شاء الله الفران. وهنا من بعدها تخمر غادي نقطعها غير من الفوق بواحد السكين ماضي باش تجيني ديك الخويه من بيناتهم بحال هذا الشكل هذا، كتجي زوينه. صافي وغادي ندخلها الفران وغادي تطيب، ملي تطيب نشوفوا الشكل ديالها. ها هو الشكل ديال الخبيزه ديالنا، كتجي زوينه الصراحه هانتوما كما كتشوفوا. صراحه الله كان خصني بلا ما نجرحها من جوج جهات وخليتها غير بحال هكا كانت احسن، ولكن ماشي مشكل، حتى هكا جات زوينه. ايوا صافي هذا هو غداتي اليوم وهذه هي عجينتي اليوم، وبالصحه والراحه. وكنتمنى الفيديو يعجبكم ودعموني بلي لايك. مع السلامة يا أصدقاء في فيديو آخر إن شاء الله.